طابت لياليكم بالخير والبركات مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعلاقات الأسرية في فوضى وانحلال عظيم كما بيّنت كتب التاريخ، فكان من أهم أهداف القرآن السامية إنقاذ البشرية من هذا التفسخ الصارخ. لذلك فقد تعامل القرآن الكريم مع الأسرة كوحدة بناء المجتمع، فحاطها أو أحاطها بسياج كبير من التشريعات والأخلاق والحقوق، سواء تلك المتعلقة بالوالدين أو الزوجة أو الأهل والأقارب. أهلا وسهلا بكم في هذا أو في رحاب حلقة جديدة من برنامج شباب القرآن الذي تقدمه قناة يمن شباب الفضائية بالشراكة مع جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية. أرحب بلجنة التحكيم المتواجدة معنا في الأستوديو لهذه المرحلة وهذه الفئة، بداية من الشيخ الدكتور نجيب العامري والشيخ الأستاذ نجيب الموادم والشيخ الأستاذ خليل الصغير. أهلا وسهلا بكم، أنرتم حياكم الله. كما أرحب بالمتسابقين معنا في هذه الفئة، ومن هذه الفئة مزامير داود في مرحلتها الثانية. طبعا في المرحلة الأولى من هذه الفئة تأهل 4 متسابقين، وهم خليل محمد أحمد الزوقري، ياسين محمد أحمد، وآدم يحيى أمين إسماعيل، وأنيس عبد الله غدمان. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيتنافس في هذه أو سيتنافس 4 المتسابقين معنا في حلقتين متتاليتين، ليتأهل منهم 2 فقط للحلقة أو للمرحلة النهائية من هذه المسابقة. في هذه الحلقة لن يكون معنا فائز أو خاسر، ولكن في حلقة الغد سنعرف من سيتأهل ومن سيخرج. لمعرفة المتسابق الأول معنا في هذه الليلة سأأخذ القرعة كما هي العادة ونتعرف عليه. من أي محافظة سيكون؟ من محافظة إب، خليل محمد الزوقري. يلا يا خليل. إذن خليل الزوقري هو المتسابق الأول معنا في هذه الليلة. الكلمة والسؤال لكم لجنة التحكيم، وعلى بركة الله. مرحبا بك يا خليل، نود أن سمعنا مقطعا من القرآن الكريم مراعيا أحكام التجويد والتنوع في المقامات المختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حسبك فتح الله عليك. أهلا بك أخي خليل، بدأت من مقام العجم وانتقلت إلى الصبا ثم البياض ثم الحجاز، بعد ذلك انتقلت إلى السيكا وتوفقت به، وحصل عندك تردد بسيط يبدو وكأنك كنت تحاول الانتقال إلى الرست ثم النهاوند. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني يا أخ خليل، أسمعنا مقطع من القرآن الكريم بمقام السيكا. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أسمعنا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بمقام الحجاز. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الاستقرار على الحجاز، أعد. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أسمعنا آية من مقام البيات. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. طيب يا أخ خليل، أريدك أن تعيد الآية بمقام البيات ولكن ارفع الطبقة قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جزاك الله خير. نريد منك قراءة آية مما تحفظ، تبدأ
بمقام النهاوند، ومن ثم تحول السيكا، تحول إلى الرست عفوا، وبعد الرست حاول أن تدخل إلى مقام العقم، أو ابدأ نهاوند ثم ادخل إلى مقام الرست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، استمعنا للمتسابق الأول معنا في هذه المرحلة من هذه الفئة، فئة مزامير داود، الذي يتنافس فيها المتسابقون في المقامات الصوتية وجماليات الأداء والصوت. بارك الله فيك يا خليل، بالفعل أطربت قلوبنا بهذه التلاوة. للأسرة النموذجية في الإسلام معالم أبرزها الاستقامة والأخلاق، فالدين والالتزام بمعاييره هو الأساس. لذلك رد الله على سيدنا نوح عليه السلام حين حاجه في ابنه ليوضح الأساس الذي تقوم عليه الأسرة النموذجية. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. مشاهدينا، أنقلكم إلى الميدان لنشاهد ما سيدور فيه، ثم سنعود لنستمع للمتسابق الثاني معنا في هذه الليلة من هذه الفئة في مرحلتها الثانية. تابعونا. أهلا بكم في الميدان. في هذه الحلقة سنتكلم عن مفهوم الأسرة النموذجية. فقد قال تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. المطلوب من جمهور شباب القرآن في الميدان أن يكملوا هذه الآية إلى نهايتها، وسنشاهد من سيكملها. تابعونا. نتكلم في هذه الحلقة عن مفهوم الأسرة النموذجية. في من القرآن قصص عن الأسرة النموذجية، في قصة لقمان وابنه. أشتك تكمل لي آيات بعد قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملت بدون إحسانا ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. لا، أنت الآن رحت لموضوع ثاني، بس شكرا لك. من منكم حافظ؟ الأخ حمادة. الأخ حمادة، الله يستر. حمادة من؟ محمد جميل. قالوا حمادة يعني اسم الفني حمادة. طيب يا حمادة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون. أنت الآن رحت لموضوع ثاني. وحمله وفصاله. لا لا لا، من قبلها رحت لموضوع ثاني. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالم... يا بني محمد، أنت إلى الآن معك 4 أخطاء وأنا ساعدتك في واحدة، وهو مش مفروض أن أنا أساعدك، لكن إن شاء الله توفق في المسابقة الثانية. مستمرين في البحث عمن يكمل هذه الآيات. تابعونا. تعرف عليك. فوزي. فوزي. فوزي من؟ فوزي عبد المحسن. إيش معك بالجونية؟ رصاف. رصاف رصاف رصاف. إيش الرصاف؟ رصاف هذا علاج. علاج عربي. طبعا عربي. طب عربي. تدي من البلاد؟ من القبر هنا، في لقطه من نفسه. أيوة. طيب اشدي لك سؤال في القران الكريم. واذا قدرت تدي لي الايات اللي اطلبها منك ان شاء الله الجائزه لك ان شاء الله. قال تعالى في سوره لقمان. تمام. انت حافظ سوره لقمان اولا؟ ماشي حافظ. ما انت حافظ لها خالص. طيب، في ايه من الايات في سوره التحريم امرنا الله في هذه الايه انه نقي انفسنا واهلنا من النار. ايش الايه هذه؟
يا أيها الذين آمنوا هو يسكم عليكم نارا أيها الذين آمنوا إيش؟ أيوه هو يسكم عليكم نارا أيوه وقودها الناس والحجارة تمام وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين عليها عليها ملائكة الغزاد شداد أيوه لا يعصون من الله ما أمرهم تمام فعلونا ما أمرهم يا سلام عليك عيد عيد من جديد يلا يا أيها الذين آمنوا هو يسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم إيش بقى سلي؟ اسمه فوزي 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 شاهدينا فوزي أجاب عن مفهوم الآية اللي طلبناها منه بالسؤال الثاني ومفهوم المفهوم هو صحيح والآية صحيحة في سورة التحريم واستحق الجائزة المقدمة من جامعة الرواد هذه جائزتك يا فوزي كان الله في عونك تحية الفوزي يا شباب مستمرين في البحث عمن يكمل الآيات من سورة لقمان لهذا المفهوم مفهوم الأسرة النموذجية تابعونا في قصة لقمان وابن لقمان تمام أشيك تكملي الآيات بعد قول الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله كمل لي بعدها ثنتين آيات ثلاث آيات يا بني لا تشرك بالله نعم آيات كمل والله ما أقول لك إلا خير ما إن شاء الله الجائزة من نصيبك حاول ما في شهادة والله ما في شهادة وفقك الله وعانك الله شهرك كريم إن شاء الله إن شاء الله كريم حياك الله يا والد مستمرين في البحث تعالوا معي السلام عليكم كيف حالك؟ تعرف عليك؟ نواف تحفظ القرآن؟ إن شاء الله في قصة لقمان وابن لقمان قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور تمام ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بس اسمك نواف نواف أيوة. نواف ما شاء الله نواف أكمل الآيات بالشكل الصحيح والمطلوب واستحق الجائزة المقدمة من جامعة الرواد 40,000 ريال جائزة نواف شهرك كريم يا نواف كل عام وأنت بخير ومبارك إذن نعود بكم إلى الأستوديو لنستكمل هذه الحلقة تابعونا من جديد حياكم الله مشاهدينا الأفاضل قبل الميدان استمعنا للمتسابق الأول معنا في هذه الليلة خليل الزوقري الآن سنعرف من سينافس أيضا في هذه الليلة عن طريق القرعة تعالوا نأخذ القرعة معا لمعرفة من من الثلاثة المتبقيين معنا سيكون هو المنافس ومن أي محافظة إذا من محافظة تعز المتسابق أنيس عبد الله ردمان يلا يا أنيس إذا أنيس هو المتسابق الثاني معنا في هذه الليلة سأسلم الكلام والسؤال للجنة التحكيم كما هي العادة وعلى بركة الله مرحبا بك يا أنيس ونود أن تسمعنا مقطعا من القرآن الكريم مراعيا أحكام التجويد والتنوع في المقامات بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيك أخي أنيس. بدأت المقطع القرآني على مقام الرست ثم انتقلت إلى النهاوند، بعد ذلك أشقيتنا من مقام العجم تلاه البيات، وقمت بعمل حركات على مقام السيكا هزام، ثم انتقلت إلى الحجاز، وبعد ذلك داعبت الكرد قليلا وختمت بالصبا. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني يا أنيس، اقرأ لنا آية أو آيتين مما تحفظ بمقام العجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسنت. طيب اقرأ لنا آية من مقام الصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله فيك أخي أنيس. نريدك أن تسمعنا سورة الفاتحة مبتدئا بمقام النهاوند منتقلا إلى مقام الرست يلي ذلك العجم، وهذا يكفي، ولكن إن استطعت أن تقفل بالسيكة فشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أسمعني البسملة من مقام الرصد ولكن من طبقة عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي أنيس، بارك الله فيك. مشاهدينا، استمعنا للمتسابق الثاني معنا الليلة في هذه الفئة، فئة مزامير داود، والذين كما ذكرت يتنافسون في المقامات وجماليات الصوت والأداء. بارك الله فيك يا أنيس. الأسرة عند غير المسلمين أشبه ما تكون ببيت العنكبوت، فإذا أردنا أن نعرف حقيقة واقع أسرهم يمكننا إلقاء نظرة على السجون، المستشفيات، ودور العجزة والمسنين، حيث لا يعرف الأبناء آباءهم إلا في الأعياد والمناسبات. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أنقلكم لفقرة فنية نتابعها ونعود.
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان يا واهب الإحسان تقواك ألهمني يا واهب الإحسان تقواك ألهمني قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني يا خالق الأكوان هات يا حويد الركب غن أنا في هوى ذاك الأغن هات يا حويد الركب غن أنا في هوى ذاك الأغن ليس لي سوى روحي ثمن وأعد لنا حديث من ملأ الوجود بالمنن لنا حديث من ملأ الوجود بالمنن أحمد الذي سن السنن علم العلماء الكرماء علما سما وسما علما لحما رب السماء مشاهدينا أهلا بكم مجددا كان معنا اليوم المتسابقان خليل محمد أحمد الزوقري وأنيس عبد الله ردمان من فئة مزامير داود ضمن مرحلتها الثانية لمعرفة من منهما سيستمر معنا ويصل إلى النهائيات ومن منهما سيودعنا انتظرونا في حلقة الغد الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها بهذه الكلمات مشاهدينا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد الأسرة السوية المتوازنة فكل فرد فيها له دوره الفعال وهو راع ومسؤول عن رعيته وصلنا لختام هذه الحلقة ألقاكم غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد على الخير أراكم حول القرآن تحلقنا نحو القرآن تحلقنا